بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا في بداية الفصل الدراسي الثاني هي خواص خطوط النقل الهوائية. أخذنا بالفصل الأول الأوفرهيد لاين، ترانسميشن أوف أوفرهيد لاين، أخذنا بها التصميم الميكانيكي والتصميم الكهربائي. بداية الفصل الثاني راح ناخذ المحاضرة هي خواص خطوط النقل الهوائية. احنا نعرف انه خطوط النقل الهوائية تتألف من الـ R والـ L والـ C، فخواص هذه الخطوط ضروري جدا معرفتها. في بداية الأمر راح ناخذ تصنيف هذه الخطوط الهوائية. احنا نعرف انه القدرة الكهربائية تنتقل عن طريق الاوفر هيد لاين، ممكن ان تنتقل او ننقلها بواسطة اما خطوط النقل الهوائية او عن طريق الاندر جراوند كيبل. خطوط النقل الهوائية او الاوفر هيد ترانسميشن لاين تصنف الى ثلاثة: الشورت ترانسميشن لاين خطوط النقل القصيرة، والميديوم ترانسميشن لاين خطوط النقل المتوسطة، واللونج ترانسميشن لاين خطوط النقل الطويلة. خطوط النقل القصيرة، خواص خطوط النقل الطويلة أو performance of short transmission line، اللي هي تكون أقل من 80 كيلومتر. يعني من يجي يقول لك خط نقل طوله 60 40 30، أي مقدار دون 80 ما معناها هذا short transmission line. والفولتية اللي هي تقريبا أقل من 20 كي في، اللي ينقلها الفولتية أقل من 20 كيلو فولت. هذا الخطوط أو short transmission line عادة تهمل قيمة الكاباسيتانس في هذا الخطوط. ليش؟ لأن قيمة الكاباسيتانس قليلة، ما تتأثر على الحسابات بالشورت ترانسميشن لاين، تكون قيمتها قليلة، لهذا يمكن اهمالها. تكون فقط المؤثرات هي الاندكتنس والريسيستنس. لو نجي للرسم راح نشوف هاي الكوفيلنت سيركت، راح تصير عندي قيمة الكاباسيتانس قلنا همناها لأن قيمتها قليلة، راح تبقى هاي الدائرة عبارة عن ريسيستنس واندكتنس الاكس ال واللود. هاي الفي اس هي السيندنج اند، فولتية الارسال. الفي ار فولتية الاستقبال، ريسيفنج اند، فولتج ريسيفنج اند، فولتية الاستقبال. هذه الفيزر دايجرام شلون ضروري جدا معرفته. اول ما نبدي من خلال هاي الدائره نبتدي من اللود. دائما عندنا الاحمال هي احمال حثيه، يعني كل احمالنا هي عباره عن احمال حثيه، نادرا ما تكون احمال سعويه. فعندي بالاحمال الحثيه الفولتية تسبق التيار او التيار يتخلف عن الفولتية، هاي تعرفوها. فاذا اخذنا الفي ار، هذا الفي ار اخذناه ريفرنس سميناه في ار، راح يكون التيار يتخلف عن الفي ار بزاوية سميناها فاي ار. هاي قيمتها تعتمد على قيمة كل من الـ XL والمقاومة، XL والمقاومة. هاي الـ VR اللي اعتبرناها رفرنس، اللي مثلناها بـ OA. راح الـ V sending هي عبارة عن voltage drop على الـ R والـ XL زائدا الفي ريسيفنج، فولتية الاستقبال. فالفولتج دروب على الار، هذا عندنا الاي
هو الاي سندنج نفس الاي ريسيفنج، لان نفس التيار عباره عن دائره توالي. فالاي ار هذا الاي، انا ما اقدر ارسم هنا نفس الفولتج دروب على نفس التيار هنا، لان الرسم ما راح يصير يكون واضح. فانقل قيمه هذا التيار ونفس الزاويه اخليه بهذا الاتجاه، هاي قيمته وبنفس الزاويه مالته اللي هي فاي ار. فالفولتج دروب على المقاومه هي اي ار، والفولتج دروب على الاكس ال هي اي اكس ال. دائما تكون الفولتج دروب على بالاكس ال هي قائمه ب 90 على الفولتج دروب على المقاومه، اي اكس ال تكون بزاويه 90 على الفولتج دروب للمقاومه، اللي مثلناها الفولتج دروب بين على المقاومه اي بي، والفولتج دروب على الاندكتنس الاكس ال هي بي سي. الزد هو المحصله ما بين الفولتج دروب او العفو الاي زد، الفولتج دروب الاي زد هو المحصله ما بين الفولتج دروب على المقاومه والفولتج دروب على الاكس ال. احنا الزد تساوي ار زائد ان جي اكس ال، فالمحصل حسب نظريه فيثاغورس يساوي اي ار زائد ان اي اكس ال، تطلع لي اي زد تحت الجذر. طبعا هاي الفولتج دروب بالاي زد، صارت عندي اي سي. هسه الفي اس الفولتج دروب، عفوا الفي سندين، هي عبارة عن الفولتج دروب على المقاومة زائد الفولتج دروب على بالاكس ال زائد الفي ريسيفنج. هاي قيمة ال او اي بي اي بي سي، المحصلة مثلا اي سي، فالفي سيندنج هي او اي رمزناها في سيندنج، هي المحصلة ما بين في ار والفولتج دروب الاي زد، صارت عندي او سي. والزاويه ما بيناتهم رمزناها بالالفا، ما بين الفي ار والفي ريسيفنج والفي سيندينج. هذا بالنسبه للفيزر دايجرام لل الشورت ترانزميشن لاين، خطوط النقل القصيره. هذا انا شارحه الفيزر دايجرام، وهو ضروري جدا هذا الفيزر دايجرام للخطوط النقل القصيرة. اكو بيها اشتقاق، هذا انا ما طالبه حقيقة، فقط ردنا المعادلة النهائية في سندنج من هذا الفيزر دايجرام هو في ار في لود زائدا الفولتج دروب على ار، صارت عندي اي ار كوساين ثيتا ار زائدا اي اكس ال ساين ثيتا ار. اي سؤال يجينك بالشورت ترانزميشن لاين، الفي سندنج يساوي الفي ار زائدا اي ار تيار بالار كوساين ثيتا ار زائدا اي اكس ال ساين ثيتا ار. الفولتج ريجليشن، تنظيم الفولتيه، هي الفولتج او في سيندنج فولتية الإرسال ماينس فولتية الاستقبال سيندنج إند ريسيفنج إند على الفولتج أو الفي آر ريسيفنج إند أو فولتية الاستقبال في 100%. هذا الفولتج ريجليشن بخطوط النقل القصيرة. عندنا الباور هو في ار اي ار كوسين ثيتا ار، اللاين لوسز او اللوسز اي سكوير في الار في هذه الدائره. كفاءه الخط ترانزميشن افشنسي هو البور ديلايبر على الباور سند اوت، يعني وتساوي في ار اي ار كوسين ثيتا ار القدره المرسله
على القدرة المرسلة زائدا اللوسز VR IR كوسين ثيتا R زائدا I سكوير R في 100% تطلع ترانزميشن افشنسي أو كفاءة خط النقل خطوط النقل القصيرة. هذا فيما يخص خطوط النقل الشورت ترانزميشن لاين. الموضوع الثاني هو خواص خطوط النقل المتوسطة performance of medium transmission line. هذه الخطوط تكون اللينث او المسافة ما بين اكبر من 80 كيلو واصغر من 250 كيلو متر. يعني من يقول لك medium transmission line هي هو يكون الخط اكبر من 80 كيلو واصغر من 250 كيلو متر. هذا الرينج ما بين 80 والمئتين وخمسين. والفولتية تكون اكبر من 20 كيلو فولت واصغر من 100 كي في. هذا النوع من الخطوط لا يمكن اهمال قيمة الكاباسيتنس. راح تكون قيمة الكاباسيتنس قيمة كبيرة وراح تكون لها تأثير على حسابات خواص الترانزميشن لاين. ما ممكن اهمالها مثل ما هملناها ب الشورت ترانزميشن لاين. عندي بحسابات الترانزميشن الميديوم ترانزميشن لاين اما تكون طريقة التي تتمثل بطريقة التي ميثود او طريقة اخرى نسميها باي ميثود. هذه كل طريقة تكون إلى حسابات خاصة. أول طريقة راح ناخذ التي ميثود. التي ميثود هاي شو يقصد بها؟ عندي هاي دائرة وعندي هذا الفيزر دايجرام إلها. التي تكون الدائرة إلها أشبه بالتي كابيتال باللغة الإنجليزية. شوف هذه تي تشبه التي باللغة الإنجليزية. قيمة الكاباسيتنس مجموع الكاباسيتنس كلها على طول الخط تتركز في منتصف الخط. هذا عند الخط تتركز كل قيمتها تتركز في منتصف الخط. وقيمة الريسيستنس تكون نص بجهة القيمة المقاومة تكون نص بجهة السيندينج اند ونص بجهة الريسيفينج اند. فقسمتها R على 2 R على 2 كذلك الأكس أو نص بجهة السيندينج اند ونص بجهة الريسيفينج اند. فقسمتها أكس أل على 2 وهنا أكس أل على 2. هاي الـ VR هي فولتية اللود أو الريسيفينج اند وهاي الـ VS هي receiving end عفوا وهاي ال VS هي V sending end أو الفولتية المرسلة وهاي فولتية الفولتية المستقبل. هذا الفيزر ديجرام شلون نرسمه؟ هاي أيضا من ضروري جدا معرفته. احنا أيضا نبتدي من جهة اللود فنرسم الـ VR كرفرنس. اللود احنا قلنا كل الأحمال عندي هي أحمال حثية فالأحمال الحثية دائما تكون التيار يتخلف عن الفولتية. فرسمت الـ VR اللي مثلتها بـ OA على الرفرنس ورسمت الـ IR تتخلف عن الفولتية بقيمة سميتها الـ Phi R فاي ار اللي قيمتها تعتمد على كل من الاكس ال والار. هاي هسه هاي اللي هنا واضحة. عندي الفولتج دروب هنا على الاكس ال على 2 والفولتج دروب يعني الفي 1 ايش راح تساوي لي هنا؟
هي عبارة عن الفولتج دروب بالار على 2 والفولتج دروب الاكس ال على 2 زائدا الفي ار. هاي قيمة الفي 1. ابتدي من اللود، قلنا الفي ار رسمته، الاي ار رسمته، الفولتج دروب هنا هو شي يساوي اي ار التيار المار بهذا الجزء في ار على 2، اي ار في الار على 2. اني هاي الاي ار، الاي ار ايضا انقله نفس ما اخذتها بالشورت ترانزميشن لاين، انقله من طرف اي بنفس القيمه ونفس الاتجاه نفس الزاويه، هذا اي بي مثلته. فالفولتج دروب بالمقاومه هو اي ار ار على 2 زائدا الاي ار في الاكس ال على 2. دائما الفولتج دروب بالاكس ال هو تتقدم بزاويه او عموديه بزاويه 90 على الفولتج دروب بالار. هاي مثلتها اي ار اكس ال على 2، اي ار اكس ال على 2. الار زائدا ار على 2 زائدا جي اكس على 2 هي زد على 2. ف المحصله مال الفولتج دروب اي ار على 2 زائدا اي ار اكس على 2 يساوي اي ار زد على 2، رسمتها اللي تمثلتها بين اي و سي. هسه وصلت للفي 1 اللي هي هاي في 1، المحصلة ما بين VR زائدا IRZ على 2 اللي سميتها OC. هاي الـ V1 اللي هي هاي الـ V1 OC، المحصلة ما بين VR زائدا IRZ، VR IRZ صارت عندي OC اللي هي V1. هسه هنا وصلت عندي هنا هاي الفولتية على الكاباسيتانس، عندي هاي بيور كاباسيتانس، الحمل هنا عندي بيور، فعندي الاي سي هنا يسبق البي ار بزاوية 90، يعني اقدر ارسم هنا بهالاتجاه هذا الاي سي تيار الكاباسيتنس بهالاتجاه عمودي على الفي ار. انا جيت هذا نفس القيمه للاي سي رسمته بهذا الاتجاه الاي سي، اي سي عندي الاي اس هذا تيار السيندنج هو المحصله ما بين تيار الكاباسيتنس وتيار الاي ار ريسيفنج اند. حسب قانون كيرشوف الاي اس يساوي اي سي زائد اي ار بالمتجه، فالاي اس هو المحصله ما بين اي ار والاي سي، رمزت له اي اس اي اس. هذا هسه وصلت لجهة الفولتية المرسلة هذا الاتجاه. الاي اس ايضا انقله لنهاية السي هاي بنفس القيمة وبنفس الاتجاه، والفولتج دروب على هاي الجهة اللي هي ار على 2 يساوي اي اس ار على 2، اي اس على الار على 2 مثلته بسي دي، والفولتج دروب على الاكس على اكس ال على 2 هي اي اس في اكس على 2. نفس الشيء هي تكون الفولتج على الاكس ال هي عموديه على الفولتج دروب على الار على 2، فاي اس اكس على 2 عموديه على الفولتج دروب اي اس ار على 2. هذه مثلت. هسه عندي الزد على 2
او الفولتج دروب على الزد على 2 عندي الزد يساوي ار على 2 زائد جي اكس على 2. المحصله ما بينهم تساوي لي زد على 2. الفولتج دروب هي اي اس زد على 2 مثلتها بسي اي سي اي. هسه صار عندي الفي سيندينج هي في سيندينج هي المحصله ما بين في 1 في 1 هذه هاي الفي 1 زائد الفولتج دروب بهاي الاتجاه اللي هي ار على 2 والاكس على 2 اللي هي هاي المحصله مالتهم زد على 2. ار على 2 اكس على 2 محصلتهم اي اس زد على 2. فالاي اس او السيندنج اند او الفولتيه المرسله هي المحصله ما بين في 1 زائد اي اس زد على 2 تساوي لي هاي في اس ما بين او اي. هاي بالنسبه للفيزر دايجرام للتي نومينال تي او طريقه التي نسميها اللي هي تشبه حرف التي كابيتال باللغه الانجليزيه. هذا الشرح مال الفيزر دايجرام. عند القوانين ايضا عندي الفي 1 نفس الشيء هسه شلون طلعناها في ار زائد اي ار زد على 2 هسه من خلال الفيزر. الفي ار زائد اي ار زد على 2 ايش تساوي لي؟ كوساين ثيتا ار ناقص جي ساين ثيتا ار اي ار اي ار. شلون امثله بالفكتور اي ار كوساين ثيتا ار ناقص جي ساين ثيتا ار. الزد على 2 هي عباره ار على 2 زائد جي اكس على 2. ايضا الكاباسيتيف كرنت من الاكس ال يساوي في على ار او زد راح يصير عندي جي اوميجا سي في 1 ويساوي جي 2 باي اف سي في الفي 1. هاي الكاباسيتيف كرنت. السندنج اند كرنت هو المحصله ما بين الاي ار زائد الاي سي من خلال الفيزر. اي ار زائد الاي سي اي سندنج اي سندنج هو المحصله ما بين اي سي زائد اي ار كيرشوف. والفي سندنج تساوي في 1 زائد اي سندنج في الزد على 2. زد على 2 شو يساوي؟ ار على 2 زائد جي اكس ال على 2 من ايضا من خلال الفيزر دايجرام. الطريقه الثانيه اللي هي نومينال باي ميثود نسميها او طريقه الباي. هذه ايضا تشبه الباي نفس الطريقه. هاي نشوفها هاي طريقه تشبه الباي. هذه الطريقه تكون المتسعة حاصل كل قيمة المتسعة على طول الخط نقسمها على 2. يعني راح تصير السي على 2 بجهة الفولتية المرسلة وسي على 2 بجهة الفولتية المستقبلة أو بجهة اللود، وتبقى نفس الشيء قيمة المقاومة وقيمة الأكس. هاي تختلف عن التي ميثود. قيمة الكاباسيتنس هناك قيمة الكاباسيتنس تتركز بالوسط بدون تقسيم. الار والاكس ال قسمناها، بينما طريقة الباي هي السي على 2 او قيمة السي نقسمها على 2 نص نخليها بجهة السندنج اند ونص نخليها بجهة الريسيفنج اند، وتبقى نفس الشيء المقاومه والاكس ال. عندي الاي اس هذا الاي اس الاي سي 2 تيار الاي سي 2 يمر بالسي على 2 اللي هي بجهه السندنج اند، والاي سي 1 تيار السي 1 المار قيمه مار بالكابستنس اللي هي بجهه اللود. عندي هذا الفيزر دايجرام بنفس الطريقة
بنفس الطريقة عندي الـ VR أجي من جهة اللود، من جهة اللود VR عندي هذا الحمل حثي الفولتية أو التيار IR يتأخر عن الـ VR بزاوية قيمتها تعتمد على قيمة كل من الـ XL والـ R. فالـ VR هذا الـ VR خلت على الرفرنس مثلته بـ OA OA. الـ IR يتخلف عن الـ VR بزاوية مثلتها Phi R، هاي Phi R. هسه عندي الـ IL شو يساوي عندي الـ IL؟ هو IC1 زائدا IR. الـ IC1 هنا هاي Pure Capacitance، Pure Capacitance فقيمتها زاوية 90 على الـ VR. هنا اقدر ارسمه، هنا اقدر ارسمه هذا الاي سي 1 او نفسه من الاي ار رسمت اي سي 1 عمودي على الاي ار اي سي 1. الاي ال شو يساوي؟ هو المحصله ما بين اي سي 1 زائدا اي ار حسب قانون كيرشوف اي سي 1 اي ار بالفكتور. فالاي ال هذا هو المحصله اي ار اي سي 1 قيمته هاي اي ال هاي اي ال اللي هو هاي هذا اي ال هذا قيمته واتجاهه انقلب هالاتجاه بين اي وبي يعني بنهايه الفي ار نفس الزاويه ونفس القيمه اي بي اللي هو اي ال. الفولتج دروب عندي على الار هو اي ال ار اي ار اي ال ار. الفولتج دروب على الاكس ال هو اي ال في الاكس ال. احنا قلنا مثل سابقاتها الفولتج دروب على الاكس ال عمودية على الفولتج دروب بال على الار اي ال اكس ال بشكل عمودي. هنا هذا الخط اقدر امثله ايضا بزت اللي هو المحصله ما بين ار والاكس ال يصير عندي اي ال زد بين اي وسي بين اي وسي. فالفي اس الفي اس هي المحصله هاي الفي اس هي المحصله ما بين الفي ار زائدا الاي زد او الاي ال ار اي اكس ال او الاي زد هذه. فمديناها صارت عندي الفي اس الفي اس هذه بين او وسي هاي الفي اس. الاي اس الاي اس هو المحصله ما بين اي سي 2 و اي ال. فالاي اس عمودي على الاي اس هنا لو ارسمه تكون بزاويه تقريبا منحرفه. فاذا نقلته او عفوا الاي سي 2 اللي انا عندي هاي بيور اي سي 2 بيور ريزيستنس بيور كاباسيتنس بيور فعندي هذا الـ IC2 هو عمودي على الـ VS IC2 عمودي على الـ VS فراح يكون شوية منحرف. هذه إذا أريد أن أقلب هالاتجاه راح يكون شوية منحرف لأن هنا راح يكون عندي أقدر أرسمه على الـ VS IC2 فمثلته بـ IC2 هنا. فعندي الـ IS هو المحصلة ما بين IC2 و IL اي سي 2 و اي ال رسمت الاي اس اي اس المحصله ما بين اي سي 2 و اي ال اي ال.
الزاوية ما بين الـ IS والـ VS مثلتها بـ QS. هذا بالنسبة للفيزر دايجرام للميديوم ترانزميشن لاين نوع باي. هذا الشرح إله والقوانين الخاصة به عندي الـ IL IR من الفيزر دايجرام. تيار اللود يساوي IR زائد IC1 من الفيزر دايجرام. الفيزر دايجرام IL IL شو يساوي؟ IC1 زائد IR. IC1 الفي سندنج شو يساوي؟ فولتية الإرسال الإرسال يساوي VR زائد IL في Z وتساوي VR زائد IL Z. Z هي R زائد J X L. هذين القوانين رجاء أن تحفظوهن لأن من يجيك سؤال رأسا تطبقه بشكل مباشر. الـ IC2 هو J أوميجا C على 2 في الـ VS. IC2 هاي من الـ IC2 هذا يساوي J أوميجا C I C 2 J Omega C 2 C على 2 V S ويساوي J by F في C V sending. وال I sending يساوي I L زائد I C 2. ساعدنا ال I L I R زائد I C 1 وعندي ال I sending I L زائد I C 2. هاي بالنسبة لل medium transmission line. الموضوع اللي بعده هو الـ performance of long transmission line، ناخذه بالمحاضرة القادمة إن شاء الله. شكرا جزيلا.